السلام عليكم أساتذتي الأعزاء، في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتعرف على كيفية إضافة صف. بعد إكمال إعدادات اليوزر أكاونت اللي شفناها ها هنا في محاضرة سابقة، راح نبدأ بإضافة الصفوف، حيث نلاحظ في هذا السهو وهذا الداشبورد شرح نلاحظ أنه خالي، يكون خالي من أي صفوف، لأن لحد هاللحظة إحنا ما قمنا لم نخلق أي صفوف. كل اللي موجود أمامنا على اليمين اللي هو تدو، اللي هو الخاص بفعاليات التدريسي من assignment، من course، من آسف quizzes discussion إلى آخره. أما في الجهة اليسار فهي global navigation. أوكي، الآن حتى نستطيع أن نخلق صف، أول شيء راح نذهب إلى ما يعرف بـ Start New Course، بالضغط عليها هنا راح تظهر لنا هاي الصفحة، راح تطلب من عندنا كتابة اسم الكورس، Course Name، راح نجي مثلاً أني الكورس نيم اللي أحتاجه هو لمادة الإحصاء، فراح أخلي ها هنا وضعناه. هسه هنا نجي نضغط على هذا السهم، شو نلاحظ أمامنا؟ أما تريد إنه هذا الصف راح يكون خاص بيك برايفت، اوكي، ما حد راح يقدر يطلع عليه، او مثلا انت تريده جلوبال، اوكي. بالنسبه اذا كان في حاله الببليك، بهاي الحاله معناته انه هذا الصف راح يكون عام وراح يظهر لجميع التدريسي والطلاب في الجامعه التكنولوجيه، وعلي قلنا سيظهر هذا الصف ضمن هسه ايش جميع الصفوف الموجوده في الجامعه التكنولوجيه. لهذا طبعا احنا اكيد راح نختار ان البرايفت لان هذا خاص بينا، راح نقول له ايش كرييت. انتظر قليلا، هنا طبعا هاي الشاشات، هاي الشاشات راح تظل تظهر لنا لان هاي كلها عباره عن تعريفيه، راح تبين انه من الممكن هنا بهذا الصف شلون how do I use the course home page as a structure what layout الى اخره من الاوبشنات من خلال التنقل اليها مثلا بالضغط عليها مباشره حتى نقلنا، فراح تنطينا بعض الهنت الموجود عن كيفيه عمل الصف. اوكي، نقدر من هنا نغلقها. هسه سيظهر هذا الصف طبعا ضمن الصفوف الغير معلنة. طبعا شلون نروح؟ نروح على الداشبورد حتى نشوفه بحياته. هذا هو الصف، حيظهر وين؟ ضمن الصفوف الغير معلنة. بالضغط على هذا الصف راح ندخل إلى داخله حتى نقدر نتعرف عليه ونقدر يعني نكمل السيتنج الخاص به. فإذا على اليسار هذا يوجد ما يعرف بالكورس سيتنج هذا، ويمثل النوتيفيكيشن الخاص بالصف، وايضا على اليمين اللي هو السايد بار، على اليمين هذا السايد بار اللي هو ايضا الخاص بالصف. في الوسط ها هنا في الوسط هذا يمثل المحتوى الموديول، ومن هنا راح يعني راح نخلق ما يعرف بالجريت نيو موديول. احنا في هاي اللحظه ما راح نخلق، لان احنا بالبدايه راح نروح نكمل السيتنج مال هذا الصف حتى نقدر على اساسه نضيف يعني الطلاب، نضيف الاساتذه المساعدين، نضيف اسئله الى اخره. اذا في البدء نذهب الى السيتنج بالضغط ها هنا، ظهرتنا السيتنج اول. طبعا ايضا نفس الحاله ان هنا التعريفيه، في حاله انه اذا تحتاج اي شيء تستطيع بالضغط على احد هذه الروابط حتى تقدر تستفاد من الملاحظات اللي خالتها لك المنصه عاملين عليها. فاول واحد طبعا هنا من نجي، طبعا اكو عده شغلات موجوده بالسيتنج، الكورس ديتيلز، السكشن، هنا اللي هي نافيجيشن، الابس، الالرت الى اخره. فهسه احنا بالبدايه راح نروح وين؟ على الكورس ديتيلز. اول شغله اللي هي الايمج، طبعا احنا نقدر نضيف اضافه ايمج. طبعا هاي الاضافه طبعا شدل على الدل على الكورس او الماده اللي انت تدرسها. فمن راح نضغط هنا راح ينطيك خيارات، انت مين تريدها؟ من الكمبيوتر مين؟ فراح نضغط اوكي من الحاسب احتاجها. وين انت خالها؟ مثلا على الديسكتوب، ضغطت هنا ومن ثم اقول له اوبن. ننتظر قليلا، هنا ما تقبل الايمج، من الممكن الحجم كبير او الصيغه. ننتظر قليلا، اوكي، نحاول نختار ايمج ثاني موجود على سطح المكتب.
لنفرض ها هنا اوكي انضافت هسه هاي الصوره الاولى انضفناها هنا. هسه نجي على النيم، ها هو النيم، طبعا هذا نفس الاسم اللي احنا كتبناه في اول ما بدينا بخلق الصف. هنا الكورس كود، الكورس كود هو الاسم الصف، طبعا هو مختصر لاسم الصف ويظهر وين؟ طبعا في اعلى الصفحه، هنا ايضا راح يظهر مثل ما تشوفوه هنا في اعلى الصفحه وعلى جهه اليسار. طبعا من الممكن انه انا حتى يكون الى فد خصوصيه هذا الاسم، من الممكن انه انا اخليه الاسم اللي او الرمز الموضوع في السيليباس. فلنفرض انه الاحصاء كان هذا رمزه بالسيليباس، اقدر اجي اخذه ايضا اسوي له كوبي، اجي هنا من الممكن امسحه او اضيفه الى حتى يكون الى فد خصوصيه حتى نتعرف عليه في حال يعني نتعرف عليه من وضع ميزه الاسم الخاص الموجود بالسيليباس، فراح يكون انك مرجع مباشره بالبحث عليه في داخل المنصه. اوكي طبعا التايم زون الوقت الخاص اللي هو بالصف، ان كنت انت بالعراق او خارج العراق حسب الكورس اللي انت تنطيه. طبعا هنا من نجي على الستيت ستارت والاند، شو وقت بدا حيبدي الكورس وشو وقت راح ينتهي. طبعا اذا لنفرض انه هذا الكورس مثلا من بدايه خلينا نقول الشهر 15/3، لنفرض انه مثلا 15/3 او خلينا نبدي كانه بدايه الكورس الثاني، خلينا نقول يبدي يوم 6 اوكي 6/4، شو وقت راح يبدي؟ راح يبدي مثلا بدنا نشوف انه الساعه 12 AM اوكي حنقول له دون. هنا شو وقت راح ينتهي؟ ولنفرض انه راح ينتهي يوم 1/7 ولنفرض، بس قبلها اوكي اوكي 1/7 ايضا حنقول له دان. هنا حددنا الكورس بهاي الفترة، حددنا الكورس بهاي الفترة. اوكي شنو الفائده هنا من تحديد هذا الكورس؟ اول شيء هنا هسه هنا مجموعه من الاسئله المتعلقه في بدايه ونهايه هذا الكورس. اول واحد اذا وضعنا علامه صح شنو معناتها؟ هنا حنفعل هذا الخيار ان الطلاب لن يستطيع ان يدخل لهذا الكورس الا بعد تاريخ البدء، ولن يستطيع ان يحمل او يدخل او يمسح اي شيء بعد نهايه الكورس. اذا هنا طبعا هاي اول شغله اذا اني فعلتها. هنا تشوفوا هذا اوريدي تم تفعيلها من خلال الادمن، بحيث ان الطالب لن يستطيع ان يتفاعل او يطلع على محتوى الصف قبل او بعد هذا التاريخ اللي اني خليته هنا من 6 ابريل الى 1 جولاي. اوكي ما راح يقدر ان يطلع على المحتوى مال الصف قبل او بعد هذا التاريخ، حتى لو الأستاذ أرسل دعوة لهذا الطالب للانضمام إلى الصف، ما راح يستطيع أن يتفاعل أو يرسل أي شيء إلا بعد بدء الصف وحسب تاريخ البدء المقرر ها هنا. أوكي وحسب البدء نجي هنا بالنسبة للغة، مثل ما في محاضرة سابقة احنا فهمنا شنو هاي معناته هنا اللغة، يعني حتى في حالة اني خليت اللغة العربية حتكون بس الواجهة الموجودة هنا، ما راح يأثر على اي محتوى انت قمت بإضافته بأي لغة ثانية، ما راح يأثر عليه. طبعا هنا لازم ننتبه، هذا هي الفايل ستورج اللي تم تخصيصه كحجم ملفات سوف ترفع للمنصة، لهذا طبعا حجم قليل جدا. فراح نتعلم ان شاء الله في محاضرات سابقة كيفية الاستفادة من الربط مع جوجل درايف من خلال جلب المحاضرات من هناك، بحيث لن تضاف الى المنصة وانما سوف يكون رابط، وهذا الرابط هو عبارة عن امبت في داخل المنصة. اوكي من نجي ايضا هنا هذا مثل ما اتفقنا احنا خليناه برايفت بحيث انه يكون خاص، انه هذا فقط الصف خاص بالنسبه الي. انه هنا اللي هي الظهور، اوكي هنا الظهور
إذن مثل ما تشوفون، التحكم بإظهار الصف ضمن هذه المؤسسة، مثلا من نجي نضغطه هنا هل هو public أو هو عبارة عن course أو إيش، فإحنا أكيد حنبقي على أساس إنه هو course، ما راح نتلعب به. بالنسبة للفورمات، الفورمات بشكل عام إحنا راح نضعه إنه هو أونلاين. هنا راح نجي نخلي فد وصف للمقرر اللي أنت تريد تدرسه، لنفرض إنه هو هذا الوصف المقرر اللي أنا أرغب في تدريسه وهو مادة الإحصاء. وضعنا قبل ما أدوس الأبديت، أكو هنا مور أوبشن. شاحت في النهاية المور أوبشن، الخيار الأول إذا جيت فعلته هنا ايش راح يقول لي؟ هو الشو recent announcement المن، اذا عدد شوين ان ذا هوم بيج، راح يظهر لي عدد الاعلانات اللي راح تظهر وين في الصفحه الرئيسيه. طبعا عدد الاعلانات انت تقدر تسويها من 1 الى مثلا 15 اعلان، طبعا حسب ما انت ترغب، لكن اكيد كل ما راح تقل الاعلانات الموجوده بالواجهه يعني بالهوم بيج، كل ما يكون يعني مو افضل، بس حتى اي شيء ثاني يكون معروض حيكون باقي موجود، لكونه انه حتى لا يمسح الشيء السابق ويظهر بداله اعلان. فلهذا لنفرض انه احنا يفضل نبقي على 3. نجي هسه على هذا الخيار Let student attach files to discussion، هل انت تسمح للطالب برفع ملفات ضمن المناقشات؟ طبعا المفروض هنا هي الدسكشن بشكل عام هي من الممكن بعضها بها درجات، وراح نشوف ان شاء الله لاحقا بعض هذه المناقشات من ممكن بها درجات، فهل انت حتعوفها ما يرفع؟ في حالة ما يرفع فايلات اذا اوكي حتكون فقط على المناقشة، يعني كتابة الشيء اللي انت تريده، هاي بعد شيء يعود للتدريسي، وايضا طبعا اكيد الطاقة الخزنية الموجودة عندنا، فمن الممكن ان تضعه او ترفعه، اوكي شوف حسب اللي انت تريده. هل انه الطالب من المسموح له انه يسوي فد يخلق سؤال ومناقشه؟ حقيقه هذا هم عائد للتدريسي، لكن بالنسبه لي اني ما افضله حقيقه، بالنسبه لي كل تدريسي والى وجهه نظره. اوكي، هل اسمح بالطالب انه يعدل ويمسح الاجابه اللي هو اللي رفعها؟ طبعا هاي ايضا تعود للتدريسي، هل انه التدريسي من الطالب رفع فد اجابه خلاص انتهى؟ احنا لازم نفكر بها بهالصيغه، احنا الدسكشن انه هو الطالب من حي يرسل مالته المناقشه حيطلع على مناقشه باقي زملائه، فبالتالي من الممكن ان يطلع ان كان مالت السبمت اللي دزة الشيء اللي أرسله المناقشة اللي كتبها من ممكن أن تكون خطأ، فممكن أن يعدل. فهذا بقى أيضا الفكرة أن وضحتها بقى للتدريسي، لأن احنا قلنا مناقشة من ممكن عليها إيش درجات، فإذا بالتالي أيضا تبقى للتدريسي. هل أسمح للطالب أن يسوي مجاميع بين قوسين بكيفه؟ طبعا أكيد لا، أكيد ما أسمح للطالب أن يقوم بعمل مجاميع بشكل يعني شخصي. هل راح أخفي معدل الدرجات للطالب يعني الطلاب بشكل عام؟ بصراحة يفضل إخفائها، أوكي؟ فلهذا خلي صح هنا. هل يفضل إخفاء هنا مثلاً الجرافز from student؟ أكيد مال الدرجات أكيد يفضل إخفاءها. أوكي، هنا هل أعطل التعليقات على الـ يعني الانونسمنت اللي أنا قبل شوية سويتها مثل ما يقولون وأرسلتها للصف؟ إذا وين التفاعل اللي حيصير؟ فإذا يفضل إنه عدم غلقها،
وإنما تبقى مفعلة حتى يستطيع الطالب أن يقوم بعملية المناقشة بالكتابة وإلى آخره. نجي هنا نفس الحالة، هل الطالب يقدر أو الأساتذة المساعدين أو أي شخص بالتعديل على هاي الشغلات كان great, rename, edit course, pages by default إلى آخره، هل يستطيع؟ طبعا لا، أكيد فقط التدريسي هو المسموح إلى أنه يقوم بأي عملية. أوكي، هسه أني راح هقول له هسه بالبداية أبديت لهذا البداية الأولى، ولما كملت هسه راح نبدي على الشيء الثاني. طبعا هنا دا يقول لي اكو مشكله بالايمج اللي مرفوعه، لان اتوقع بنفس اللحظه اللي دا اشتغل بها بالمحاضره، لان دا يقول لي انه هناك استخدام كلش قوي على المنصه، ممكن جوز يحدثوها او شيء من هالقبيل، فقط حبيت التنويه، لان هسه لحد الان الصوره مدى يقدر يخزنها، لان يجوز هناك لحد هاللحظه اكو تحديث بهاللحظه بالمنصه. اوكي، خلينا نكمل. هسه وين نروح؟ على الشيء الثاني موجود بداخل الصف اللي هو بعد اكمال الكورس ديتيلز، راح نذهب وين؟ الى السكشنز. طبعا من الممكن اضافه سكشن. اوكي، حتقولي ليش؟ من المفروض ان الصف هو بسكشن واحد، لان مثلا اني هسه ادرس جماعه الاحصاء فرع التكرير، فبالتالي اني ليش دا اضيف لهم لنفرض سكشن ثاني؟ لنفرض الفائدة إضافة سكشن آخر لإضافة مثلا أنا عندي طلاب ذو نظام سنوي، وبالتالي هذا النظام السنوي راح يختلف؟ راح يختلف النظام مع درجات طريقة امتحاناتهم عن نظرائهم الموجودين بالكورسات. إذا لازم الطلاب الموجودين اذا بالسكشن 1 اللي هو لنفرض الطلاب الطبيعيين اللي جماعه الكورسات، والسكشن 2 ايش راح يكون؟ اللي هم جماعه الثانوي، راح تعطى لهم نفس الماده، لكن طبيعه المهام والامتحانات راح تكون مختلفه من يعني خلينا نقول جماعه الثانوي عن جماعة الثانوي. فشلون اجي اخلقه؟ كالمعتاد انا هسه هنا مباشرة مثلا حكتب هنا مثلا هم من هم اللي انا اريد اضيفهم، خلينا نفرض هم حسميهم statics. اوكي، اللي هم مثلا رقم 2، راح اقول له ايش؟ as section. فشنو اللي صار عندي؟ صار عندي هذا اللي هو يمثل خلينا نقول جماعة النظام الفصلي أو الكورسات، وهذا شو راح يمثل لي؟ راح يمثل لي النظام السنوي. طبعا أكيد منا أقدر أعدل على التسمية، أوكي، أو أيضا منا أنا أقدر أحذف إن كنت ما أرغب به. طبعا قبل الحدث، طبعا كملاحظة، إذا بالتالي فإضافة الطلاب راح تكون كل واحد من خلال السكشن الخاص به. بعد من فتحته فهنا أنا أقدر أضيف مثلا الطلاب أو جماعة الطلبة الخاصين بالكورسات. راح نرجع سنين بعدين إن شاء الله نتعلم كيفية الإضافة. فهسه أنا هذا ما أحتاجه، هاي بالنسبة إلي. نجي هسه النافيجيشن اللي هي هاي. طبعا هاي شنو هي؟ هاي كل الشغلات الموجوده ها هنا واللي تظهر، طبعا راح تظهر للطالب. شلون حشوفها وبتاكد انه هي تظهر للطالب؟ راح اروح على ستودنت فيو، من اضغط ها هنا شو حشاهد؟ شوفوا دا شاهد هسه هاي الشغلات هي كلها ظاهره للطالب، بس المفروض اني ما اشوفها للبيبل او البيبل. ليش ما اشوفها؟ لان المفروض حيعرف من اللي وياه، خلينا نقول كطلاب، لان يجوز اني من اريد ارسل الاسئله اني ما يعرف الطلاب، بعد شوي من حسويهم جروبات ما يعرف كل واحد منه بداخل هذا الجروب من خلال هاي البيوبل. زين، الدرجات من ممكن هنا حيتعرف على الدرجات، فبالتالي انا هسه ما اريد يتعرف على الدرجات الى ان يعني بعد مثل ما قلت لكم هنا اكو تحديث من المنصه نفس الوقت، فاوكي. اوكي، فبالتالي اوكي شلون اجي اخفيها؟
فشون أجي أخفيها؟ إذا مثل ما قلنا، إذا هي الأوبشنات الموجودة وين؟ على اليسار، ويفضل أن نخفيها عن الطالب ونظهر له ما يفيده. شون؟ من خلال السحب الأوبشن إلى الأسفل ومن ثم إفلاته. يعني أني مثلا أني الفايلات ما إذا يطلع عليها فجئتها خليتها هنا، هذا أيضا أيضا كويسز باك، هاي كلها انا ايضا اوكي شوف الصلي باص، ما عندي مشكله. بيجز ما اذا مثل ما قلنا الطلاب الدرجات، ايضا المناقشات اوكي سنشوف يعني، والمهام، لان هاي كلها حتوصل له، هو بالاصل راح توصل له. انا بس اريد هذول اشوفها، بس هذول اريد اشوفها. اوكي بس انتبهوا علي، انا ايضا ساروح على ستودنت فيو، راح اضغطها هنا. شوفوا حتقولي اوكي بس هي لحد الان هنا هي ظاهره الى بعضها، بس نرجع اوكي هي اوكي ظاهره، بس نشوف شنو اللي عليها. عليها هاي العين المخفيه، هاي شنو معناتها؟ هنا يقصد بهاي العين ان الاوبشن هو اصلا غير مفعل، أو ليس هناك أي محتويات. وهي حقيقة، لأن احنا هذا الصف لحد الآن هو قيد الإعداد وأصلا غير منشور. أنا يعني لحد هاللحظة فقط اللي سويته دا أشتغل بالإعدادات، لا ضفت خلينا نقول هنا يعني الصفوف، ولا ضفت مادة السيليباس، ولا ضفت أي محتوى آخر من المحاضرات. فلحد هاللحظة هو أصلا غير منشور، فبالتالي أيضا غير مفعل، وبالتالي أيضا أكيد ما عندي أي مهام، ما عندي أي كويز، أي مناقشات للدسكشن، أو أي شيء إضافة في محتويات الطالب. أوكي نجي هنا بالنسبة للأبس. طبعا هاي أكو هواية شغلات إن شاء الله بس راح نتعلمها بالأيام الجاية، راح نحاول نتعلمها بالأيام الجاية. مثلا هنا ساعدنا اليوتيوب، بس باعوا لأن كونه لحد هاي اللحظة ما متفعل. فمثلا إذا أقول له مثلا آد، أوكي آد فد أبس، طبعا هنا إذا كنت أنا مثلا مشتري حضيفه بشكل يدوي، إذا كنت أنا مشتري وأحب إضافته، أو الجامعة. طبعا مثل ما تشوفون قلنا هسه لحد هاللحظة كلها غير مفعلة، فبالتالي ما أقدر أضيفها. هسه أنا أوكي انضافت، رجعت الصورة، حتى أرجع إلى الصفحة الرئيسية اللي هي الداشبورد، حتى أشوف هسه هذا هو الكورس مالتي ظهر ها هنا. طبعا بس لحد هاللحظة مثل ما قلنا ما كملنا الإعدادات الخاصة مثلا بإضافة السيليباس، بإضافة المواد، حتى نستطيع أن شنو أن نسوي له ببلش، وبالتالي يكون معلن ويستطيع الطالب الدخول إليه. وهذا إن شاء الله راح نتعلمه في المحاضرات القادمة، وشكرا لإصغائكم.